عقد مدينة الرياض انطلاق معرض الرياض للفضاء، واللي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء وعددا من الجهات العلمية والتقنية تحت شعار الإنسان والفضاء. ويقدم المعرض تجارب تعليمية وتفاعلية حية تمكن الزوار بمختلف فئاتهم العمرية من التعرف على علوم الفضاء واكتشافاته بشكل مباشر. طبعا الوقوف على هذا المعرض خصوصا أنه يأتي بالتزامن مع إعلان المملكة إرسال رائدين ورائدات للفضاء، يسعدنا أنه تنضم لنا أستاذة هيفاء الإدريسي مديرة معرض الرياض للفضاء. أهلا وسهلا فيك أستاذة هيفاء. يا أهلا وسهلا فيكم أستاذة هيفاء. في البداية لو تكلميني عن هذا المعرض والهدف من إقامته. أول شيء شكرا لاستضافتنا اليوم. معرض الرياض الفضاء يعتبر مبادرة من مبادرات الهيئة الملكية لمدينة الرياض. انطلقنا يوم 22 يناير ومازال قائم حتى 20 فبراير. الهدف من المعرض هو زيادة الوعي العلمي لجميع فئات المجتمع من ناحية علوم الفضاء، وأيضا يعني يعطي فرصة لكل أي شخص راغب أو هاوي إنه يستعلم عن علوم الفضاء تكون بداية تجربة لهم هناك. كمان المعرض راح يضم تجارب تعليمية وتفاعلية أستاذة هيفاء، راح تكون حية طبعا عشان يكتشفون الفضاء واكتشاف مثل المشي على المريخ أيضا، فلو تكلمينا أكثر عن هذه التجارب وإيش اللي راح يضم المعرض. صحيح، المشي على المريخ يعتبر تجربة من الثمانية تجارب لمعرض رياض الفضاء. المريخ يحكي طبعا هي منطقة مغلقة تعطي صورة لإيش هو وضع المريخ الحالي من ناحية وجود الساتلايت أو وجود الروفرز اللي يستخدمونها للتواصل أو يستخدمونها لأخذ العينات للدراسات، وكمان تعطي فرصة للأطفال إنه بس تتصورون كيف أنه ممكن يكون المستقبل قريب للمريخ إذا كان المريخ منطقة ممكن يعاش فيها. طبعا زي ما قلت لك لأن المعرض ثمانية تجارب، الثمانية تجارب حتعطيهم باكراوند مختلفة من ناحية تجربة تفاعلية، تجربة تعليمية وتجربة ترفيهية. التعليمية من خلال معرض متحرك يعني يحتوي على مقتنيات جمعت من مدن مختلفة، وهذه المقتنيات كلها تخص رواد الفضاء والمركبات الفضائية وأجهزة محاكاة تفاعلية. وأيضا عندنا تجارب تفاعلية تعطي الإحساس نوعا ما لرواد الفضاء إذا كانوا موجودين في المركبة الفضائية في انعدام الجاذبية. جميل. ومعانا في الاستوديو بعد هاشم العلوي. أهلا وسهلا فيك هاشم، كيف حالك؟ زين. طب هاشم، قبل شوي أستاذة هيفا قاعدة تتكلم عن الفضاء وعن المريخ، وش تعرف عن المريخ؟ المريخ مرة بارد وما نقدر نعيش فيه عشان في 0.13% أكسجين and 96% كربون دايوكسيد. ما شاء الله تبارك الله. طب انت ليش تحب الفضاء؟ يعني ايش السبب اللي خلاك تقول انا ام انترستد في الفضاء، ابغى اعرف اكثر؟ اوكي. لما كنت 3 سنوات عمو مصطفى عموي هو قال لي هاشم تعرف الكواكب؟ بعدين قلت لا ما اعرف الكواكب. بعدين لما رجعنا البيت ماما حطت لي ستوري بوت عن الفضاء وصرت كل يوم بشاهد الفيديو. واو. وموجود في نتفليكس. نايس، لازم نشوفه أجل على توصياتك هاشم. كمان يقول كيف الكواكب يبنوا. واو واو، يعني حمستني أنه أنا أشوفه الحين هاشم، وشكرا أنه أنت عطيتنا هذه المعلومات اللي ما كنا نعرفها. أيضا راح تنضم لنا والدة هاشم عبر الاتصال عبر الهاتف أماني العوامي عشان تكلمنا أكثر. يا هلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذ أماني. يا هلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك وشكرا لقبولك هذه الدعوة. يعني في البداية شفنا اهتمام الله يحفظه هاشم في مجال الفضاء بشكل عام، متى بدأ هذا الاهتمام وكيف تعاملتي معه في البيت؟ مثل ما ذكر هاشم بدأ الموضوع بطريقة عفوية جدا، كان عن طريق سؤال
عما سأل عن الكواكب، وقتها ما كان يعرف عنهم أبدا. وبحكم شخصية هاشم هذا الموضوع استفزه، كيف في شيء أنا ما أعرف عنه. فمن عرفنا عليها وقتها عن طريق برنامج، ومن هناك بدأنا ولم ننتهي زي ما يقولون. أماني لا قوة إلا بالله، النوع هذا من الأطفال الله يحفظهم تحتاج الأم جهد عالي إنها تركز معها. تقريبا كم يأخذ منك وقت؟ كم ساعة في اليوم؟ إيش النظام اللي أنت مستمرة معاه فيه؟ صراحة في خصوصا في موضوع الكواكب أقدر أقول إن هو جهد من هاشم، بس إحنا قاعدين نوفر للأشياء والوسائل اللي هي تساعد إن هو يتطور فيها، ولكن حبه واهتمامه في هذا الموضوع هو اللي قاعد ينميه، سواء من ناحية البرامج اللي يتفرج عليها، من ناحية القصص اللي يحب يقرأها، كل هذه الأشياء هي اللي قاعدة تطور من هاشم أكثر من الجهد اللي إحنا قاعدين نخصصه معه. نعم. يعني كمان نعرف إنه اليوم إن شاء الله راح يعني يكون في معرض الرياض للفضاء، فكلمينا عن هذه التجربة أو الاهتمام وردة فعله لما قلتوا له إنه راح نروح على معرض الرياض للفضاء. هاشم لما عرف إن جتنا دعوة كريمة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يعني صار من الفرح كأنه هو فعليا بيروح الفضاء. هذه المبادرات الكثيرة مثل معرض الرياض الفضاء وغيرها أكيد لها الدور الأكبر في يعني اكتشاف وتنمية مثل هذه المواهب، وأنا متأكدة أن مثل هاشم في مواهب كثيرة اكتشفهم المعرض، وأكيد أن تظل الرؤية تتطور وتتنمى إن شاء الله. هل في برنامج معين هاشم أنت متجرتها فيه؟ مدرسة معينة، أشياء معينة أنت قاعدة تستخدمينها مع هاشم بسم الله عليه؟ بالنسبة إلى موضوع الفضاء ما في، ولكن هو الحمد لله يعني هو موجود في مدرسة هي دائما تدعم المواهب، هو يعني يلتحق في مدارس الظهران الأهلية، هي مدرسة مهتمة بهذا الجانب سواء كانت الفضاء أو أي جانب آخر يعني، فالحمد لله اللي إحنا توفقنا فيها بعد. نعم. أستاذ أماني إحنا نشكر لك تواجدك اليوم معنا ونشكر لك هذه المداخلة. عودة لك أستاذ هيفا إذا تسمحي لي، يعني يمكن شفنا نموذج عظيم وجميل من خلينا نقول الآباء والأمهات مثل أستاذ أماني واهتمامها في هذه الموهبة وتنميتها. إيش ممكن أنه يستفيد هاشم اليوم والأطفال اللي في عمره وفي اهتماماته هذه لما يحضرون مثل هذه المعارض، لما يعني يكونون في خلينا نقول قلب الحدث، إيش ممكن يضيف لهم؟ صحيح، طبعا هاشم ضيفنا اليوم وإحنا جدا مبسوطين لأن نتعلم من معلوماته ما شاء الله عليه، الله يحفظه، وإن شاء الله يعني يكون هو ومن المواهب اللي مثله. معرض الرياض الفضاء فرصة لهم. معرض الرياض الفضاء ميزته أنه ترفيهي تعليمي، تعطي تجربة للزائر أنه يستمتع في التجربة من ناحية أجهزة معينة، من ناحية اللعب في أجهزة كمان شاشات محاكاة، في نفس الوقت توصل لهم المعلومة، توصل لهم المعلومة اللي هي كيف مثلا المشي على المريخ. نعم. او عندنا تجربه رائد الفضاء، كيف ان رائد الفضاء اذا كان ركب المركبه الفضائيه ايش الاحساس اللي هو بيحس فيه، تعطيهم دافع بكره ان اذا انا تعلمت الفضاء او اذا انا طورت نفسي في علم الفضاء ايش اللي انا بوصل له. وما شاء الله يعني الحمد لله ان اليوم علم الفضاء علم يعني جدا رائع، وعندنا الطموح انه يكونون جميع رواد الفضاء المستقبل، يكون معرض الرياض الفضاء نقطة بداية كانت لهم. أكيد جميل. شارك في المعرض العديد من الجهات منهم وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء وغيرهم، لو تكلمين عن هذا التعاون وأبرز مخرجاته الأكاديمية والتعليمية. طبعا يعطيهم العافية واحد الملك سلمان والهيئة السعودية للفضاء ووزارة التعليم، وأيضا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. طبعا شاركوا في إنجاح هذا المعرض، ما شاء الله المعرض أخذ إطراء جدا عالي في المجتمع من ناحية المحتوى، وكان لهم دور كبير في هذه التجربة. وأيضا من وزارة التعليم ما شاء الله شجعونا بأعلى عدد رحلات مدارس، وسهلت لهم جميع الطرق أنهم يوصلون للمعرض، والطلاب أنهم تكون لهم فرصة ترفيهية تعليمية بزيارة المعرض. وواحة الملك سلمان
كمان كانت يعني جدا مستضيفتنا بطريقة جدا رائعة كموقع للمعرض، فصراحة كانت شراكة جدا جميلة، والنتيجة نجاح المعرض هذه كانت ثناء لجميع الشركاء فيها. نعم نعم، يعني اليوم احنا نستعد لإرسال أول رواد فضاء سعوديين يعني في رحلة راح تكون جدا مهمة بالنسبة لنا وعظيمة وننتظرها بفارغ الصبر. وش يعني لنا هذه، أو وش تعني لنا هذه الخطوة كسعوديين، وش تعني لنا أو وش تعني للناس أيضا المهتمين في مجال الفضاء؟ صحيح، أول شيء نهني قادتنا ونهني كل السعوديين على ما شاء الله الخطوة جدا رائعة هذا، وهذا كان واحدة من أهداف معرض رياض للفضاء، أنها تفتح المجال أن أطفالنا والجيل الجديد أنهم يوصلون ويكونون رواد يوم من الأيام. وبالعكس يعني أتمنى زي ما قلت لك أن يكون المعرض نقطة بداية أو إلهام لرواد الفضاء في المستقبل. طب هاشم، مبسوط أنك أنت عندنا في القناة؟ طب خليني أسألك، أنت إذا كبرت وش تبي تصير؟ رائد الفضاء. ليش؟ عشان أحط علم سعودية في كل الكواكب، ولكن ما أقدر أحط في المشتري. ما شاء الله تبارك. ليه ما تقدر تحط في المشتري؟ إيش معنى؟ إذا حط العلم في المشتري العلم بيغرق. يغرق؟ إيه. ليش يغرق؟ عشان المشتري ما عنده سيرفس. بس كله موية هو يعني؟ لا، عشان هو it's made of mostly gas. جاز. واو، ما شاء الله ما شاء الله عليك. طيب يعني انت الان ان شاء الله لما تكبر وكذا، يعني ايش تحب تقرا عنه؟ ايش الاشياء غير الفضاء اللي انت مهتم فيها وتحبها؟ مهتم فيها مهتم في أكثر شيء تحبه أنت وشه؟ أكثر شيء أحبه المريخ، عشان أعرف كيف نسوي next planet home. next planet home يعني تتوقع أنه في يوم من الأيام نعيش على المريخ؟ إيه، هي الأرض والمريخ. الأرض والمريخ؟ واو. إيه. أنت متأكد هاشم الأرض والمريخ؟ إيه نقدر، بس نحتاج أشياء عشان نقدر نصير نقدر نعيش في المريخ. destruction happening on Earth. Scientists have looking for new homes, and their friendly neighborhood Mars would be a way to settle. طيب وش الأشياء اللي نحتاجها إحنا في المريخ علشان نعيش؟ المريخ ما إذا نركب على المريخ أول شيء نحتاج الأكسجين، عشان في 0.13% أكسجين في المريخ. طيب كيف راح نجيب الأكسجين؟ و96% كربون دايوكسيد. فإذا نبي نجيب الأكسجين لازم نجيبه نلبس ماسك لو نسوي ويا ناس ماكسي. واو، ياخذ كربون دايوكسيد ويسوي أكسجين. طيب بس بنقعد طول الوقت لابسين ماسك يا هاشم، تعب. وبننام واحنا لابسين ماسك، نعيش في الأرض أحسن. بعدين لازم low atmospheric pressure or highly radiation. فالهايلي radiation يسوي دامج واجد. صح، عشان كذا ما ينفع إن إحنا نعيش في المريخ. فلازم نلبس space suit. لو نعيش تحت المريخ. بس ليش نحتاج المريخ؟ يعني أنا في سؤال مرة مهم، ليش بس ما نعيش على الأرض؟ ليش نروح المريخ؟ وش فيها الأرض؟ الأرض حلوة. الأرض في factories واجد وفي dirty واجد في اللاندفيل. اللاندفيل المكان في وسخ كل المكان، يعني الموز اللي ناكله يروح إلى garbage بعدين يروح إلى trash. طيب إذا طلعنا المريخ بنسوي نفس الشيء اللي سويناه في الأرض، صح؟ بس الأرض أحسن، الأرض فيها أكسجين، الأرض ملازمة إن إحنا نلبس أشياء. ناسس ماكسي after 1000 years extended enough oxygen for us to breathe it. So if I do that
I might not be able to live on Marikh because the maximum a human can live 100 years. And it would take 1,000 years for the NASA's Moxie to make enough oxygen for us to breathe in. ما شاء الله تبارك الله. أستاذة هيثم على قوة إلا بالله. يعني أنت أحسك سعيدة عايشة مع أطفال زي كذا وتاخذين وتعطين معاهم. كيف تشوفين توجه اليوم أولياء الأمور في الاهتمام بأطفالهم من هذا النوع؟ صراحة توجه جدا رائع. أنا شخصيا في المعرض قابلت يعني كذا عائلة عندهم ما شاء الله أطفال موهوبين زي هاشم ما شاء الله. يعني كان من ناحية ما شاء الله الانترنت أو السوشيال ميديا أو أي نوع من أنواع الرفرنس الأهالي يقدرون يطلعون معلومات، ولكن بالنسبة للطفل كان يعني أفود له أنه يشوف شيء صحيح ويحضره ويلمسه عشان المعلومة ترسخ أكثر. فكان معرض الرياض الفضاء من المعارض اللي فعلا كيف أقول لك راحة للأهل أنه أخيرا كان في شيء يقدرون. وطبعا اليوم المعرض نسخته الأولى فكانت المحتوى كلها محتوى بسيط، وإن شاء الله إن شاء الله نقول في النسخ الجاية تكون معلومات متطورة أكثر وأدفانسد، ويمكن يكون هاشم واحد من الليدرز إن شاء الله في هذا المعرض. يعني كيف إحنا نقدر أيضا نتبنى ونستثمر في مثل هذه المواهب واللي يعني من سن صغير وعندها اهتمام وتوجه واضح وصريح؟ يعني احنا نتكلم عن هيئتك ايضا الفضاء السعوديه وغيرها من الجهات حتى التعليميه بشكل عام، كيف نوجههم حتى لو ما كانت في خلينا نقول في المدرسه او في الروضه؟ يعني هل تشوفين انه ممكن نحن نسوي لهم مثلا ورش عمل او كلاسات او ايا كان عشان احنا نستثمر في مثل هذه المواهب؟ اكيد. يعني انا احس بش ورش العمل انها تكون كمان ترفيهيه، لأن الإقبال اللي احنا شفناه وردود الأفعال اللي شفناها من يعني كانت ورش العمل تفاعلية أكثر وترفيهية وفي نفس الوقت توصل المعلومات كانت أفضل، لأن ما شاء الله الأطفال قاعدين ياخذون معلومات جدا كثيرة في المدرسة في الأوقات المدرسة. فالشخص أنا شخصيا أحس أن توجه المعارض الحين صار وخاصة معارض العلوم استثمار أكثر وتهدف زيادة وعي أكثر لهذه المواهب، وإن شاء الله مع الرؤية 2030 إنه بتكون في معرض أكثر يعني تدفع كل المواهب إنها تبان ونستثمر فيها إن شاء الله بإذن الله. هذا المعرض، سؤال أخير بس إذا تسمحي لي أستاذة هيفا، هذا المعرض راح يكون له مدة معينة أو لين 20 جانوري حيكون آخر يوم بإذن الله، والحضور راح يكون 20 فبراير، الحضور من الساعة 9 الصباح إلى 9 مساء إن شاء الله. أي أحد ممكن يحضر؟ أي أحد ممكن يحضر، والتذاكر عبر الموقع الرسمي للمعرض الرياضي. ممتاز ممتاز جدا أستاذ هيفا الإدريسي مديرة معرض الرياض للفضاء، احنا نشكرك اليوم ونشكر تواجدك. يعطيكم العافية وشكرا لاستضافتنا. هاشم شكرا يعطيك العافية. لسه ما خلصنا، متحمس ما خلصنا المعرض. بس احنا نقول لك شكرا انه انت جيت، واحنا نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تنبسط في المعرض. اوكي اوكي. المريخ الجرافيتي 38% lower than Earth، فإذا نمشي زي اللي نمشي في الأرض ممكن نتعور ونطيح. صح، فلازم نتعلم كيف نمشي في المريخ. طب أنت تعلمت كيف تمشي في المريخ؟ لسه ولا مرة رحت المريخ. خلاص اسمع، نمشي في المريخ كذا. ايوه صح. واحدة من تجارب المعرض التفاعلية في عندنا وحتى لما نعرف كيف نمشي في المريخ لازم نعرف كيف يصير عندنا اكل. صحيح. فوق المريخ في ابيض، الابيض هذا الثلج، اذا نخرب الثلج بنشوف تحت مويه عشان نشرب. واو، عنده سوليوشنز ما شاء الله. حتى لازم نعرف كيف هيدروبونكس ورك. انا نجيب فلاش لايت زي الشمس بالضبط، وما نحتاج سويل، نحط حجر سويل مو شخص عشان النباتات تعيش، بس ال ال هذا
فيتامينز، فلازم ناخذ الفيتامينز ونحطه في الماء. او ماي جاد، انا ما اقول الا شيء واحد. الله يحفظك وان شاء الله تكبر ونشوفك اكبر رائد فضاء سعودي، وتروح هناك وتحط العلم السعودية، وبعدين نجي نستضيفك مره ثانيه ان شاء الله وتحكينا وش شفت. وش رايك ديل؟ اذا نبي نسوي المريخ حار لازم نجيب سبيشال كايند اوف جاز ونحطه في المريخ عشان يصير بلوت مارس ويصير التمبرتشر رايز as hot as earth so we can live in it. So we don't need to wear jackets. ايش رايك بعدين لما نطلع هذا الفاصل تعطيني اسم الدوكيومنتري اللي شفته؟ اوكي موافق؟ انا تعلمت هذا الشيء من احد اسمه دكتور باينكس يعلمني واجد، حتى علمني هايدروبونكس. ما شاء الله خلاص هذه الاشياء كلها ان شاء الله راح تعطينا اياها لما نطلع هذا الفاصل. شكرا أوكي. انك انت جيتنا اليوم، شكرا لك استاذ هيفا مره اخرى. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل القصير بعد نكمل. بعد الفاصل الشخصنة وعلاقتها بضعف الثقة بالنفس وكيف يمكن اكتساب مهارة تجاوزها.